في إجراء غير مسبوق يهدف للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، عمدت الحكومة الإيطالية إلى توسيع نطاق الحجر الصحي ليشمل سائر أنحاء البلاد. المرسوم الجديد الذي وقع عليه رئيس الوزراء الإيطالي يتضمن الحد من تنقلات المواطنين بين المناطق وحظر التجمع وإلغاء كل الفعاليات الثقافية والدينية والرياضية أيا كان مستواها أو نوعها، إضافة إلى إبقاء المدارس والجامعات مغلقة حتى 3 أبريل المقبل. إجراءات العزل الجديدة تأتي بعد 2 من فرض قيود مشددة على التنقل في مناطق واسعة في شمال البلاد من ميلانو العاصمة الاقتصادية لإيطاليا وصولا إلى البندقية التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد. تمتد إجراءات العزل إلى جميع السكان في أنحاء البلاد والبالغ عددهم أكثر من 60 مليون شخص، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ إيطاليا، يعكس حسب مراقبين حجم الخطر الذي بات يهدد البلاد في ظل الارتفاع المتسارع للضحايا والمصابين بكوفيد-19. ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العديد من دول القارة الأوروبية. في فرنسا أعلن عن إصابة وزير الثقافة الفرنسي بالفيروس بعدما أمضى عدة أيام في الجمعية الوطنية، حيث تم تشخيص عدد من الإصابات بالمرض. وفي إسبانيا أعلن وزير الصحة الإسبانية رفع حالة التأهب لمواجهة انتشار كورونا إلى المستوى الثاني، مما يفرض اعتماد إجراءات وتدابير وقائية واحترازية جديدة، من بينها إغلاق جميع المدارس والجامعات لمدة 2 بكل من جهة مدريد ومدينتي فيتوريا ولا باستيدا بإقليم الباسك باعتبارها بؤرا لانتشار العدوى.